القطاع الطبي، لانه زي ما بنقول يعني يمكن شفنا خلال السنين اللي فاتت الدوله المصريه بترفع شعار صحه المصريين اولا. بكره ان شاء الله اليوم العالمي للكبد، وبالمناسبه دي الحقيقه يعني احنا كلنا كمصريين كلنا كان عندنا في عائلتنا ناس مصابه بفيروس سي، كلنا يمكن اتاذينا كتير نفسيا من ان احنا فقدنا ناس غاليه علينا بسبب اصابتها بفيروس سي. قعدنا سنين كتير وفيروس سي بينهش في اكباد المصريين، قعدنا سنين كتير كنا بنحلم ان احنا نشوف بلدنا خاليه من فيروس سي، قعدنا سنين كتير بنتالم مع كل واحد عنده فيروس سي وتعبان، لانه الحقيقه الادويه ما كانتش بتعالج، الادويه كانت مجرد ادويه يمكن تعالج اعراض، ادويه يعني تطول عمر المريض زي ما احنا بنقول كده، لكن كان بيعاني ومعاناه كبيره. واعتقد انه دكاتره امراض الكبد في مصر شافوا ده، وشافوا كمان الجهود الكبيره اللي اتعملت الفتره اللي فاتت علشان مساله القضاء على فيروس سي واعلام مصر خاليه من فيروس سي. يعني الحقيقه انها يعني منظومه بتتكلم عن نفسها، لكن كمان لما تيجي الاشاده من منظمه الصحه العالميه اللي قالت انه مصر نجحت في علاج ثلث المصابين بهذا الوباء في اقليم شرق المتوسط، واشارت انه ده انجاز كبير جدا. احنا بنتكلم في اصابه 360 مليون شخص بفيروس سي على مستوى العالم، بيسبب وفاه 3000 شخص كل يوم. زي ما كنت بقول لحضراتكم، مفيش عيله مصريه تقريبا ما كانش عندها مصاب بفيروس سي. منظمه الصحه العالميه كمان وضحت انه مصر من خلال حمله 100 مليون صحه اللي احنا دايما بنتكلم عنها، عملت ايه 100 مليون صحه؟ كشفوا على 60 مليون شخص، هم بيكشفوا على الناس اللي فوق 18 سنه، وعالجوا 4 مليون شخص من خلال هذه الحمله من اول ما تم اطلاقها في 2018. انجاز كبير بيتحقق للمصريين في مسألة علاج الفيروسات الكبدية، إنجاز يمكن كلنا هنحس بيه، لأنه أعتقد أن كلنا شفنا هذه المعاناة، وأنا شخصيا والدي كان عنده فيروس سي وتوفى بسبب فيروس سي، فعشت هذه المعاناة. دلوقتي معانا على التليفون دكتور أشرف عمر أستاذ الكبد. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. والحديث عن فيروس سي والمعاناة اللي عاشها المصريين بسبب فيروس سي معاناة كبيرة، وأكيد حضراتكم كأساتذة كبد كنتوا بتشوفوا ده في المستشفيات وفي العيادات، وإزاي كان بيؤثر على صحة المصريين. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. حضرتك تفضلتي وقلتي مقدمة مهمة جدا وجميلة جدا عن المشكلة أو قصة فيروس سي في كبد المصريين، وزي ما أنا كنت حقيقة بقول دايما إن مشكلة فيروس سي في مصر هي كانت مشكلة أمن قومي، صحيح. هي ما كانتش مشكلة صحية فقط، لكن كانت مشكلة صحية اجتماعية اقتصادية بتهدد المصريين وصحة المصريين وبيؤدي إلى انخفاض معدل الإنتاج. يعني كان مشكلة كبيرة جدا الحقيقة كنا بنعاني منها كلنا، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إنه ما كانش في بيت في مصر ما كانش فيه عنده واحد أو اثنين أو أكثر مصابين بفيروس سي، صحيح. ومش كده وبس، مصابين بفيروس سي ومضاعفات فيروس سي، صحيح. اللي هو التليف وأورام الكبد. طيب يا دكتور، حضرتك شايف ازاي مبادرة 100 مليون صحة والتحول اللي احنا فيه النهاردة، شايف ده تأثيره ايه على المجتمع المصري وصحة المجتمع المصري؟ كنا بنحلم كأساتذة كبد انه يجي يوم في يوم من الأيام نلاقي دواء او عقار لعلاج قاطع لفيروس سي. كان حلم بالنسبة لنا الحقيقة، لحد ما الحلم ده تحقق الحقيقة، وفي خلال شهور من مصر من الدولة الأولى في معدل الإصابة بفيروس سي على مستوى العالم إلى برضه تحولت في شهور إلى الدولة الأولى في القضاء على فيروس سي، وإشادة عالمية بهذا الإنجاز العالمي الذي يرقى إلى درجة الإعجاز. لأنه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ملايين من المصريين تم علاجهم وشفائهم، ودي كانت المرحلة الأولى، إن كان كل المصريين. أنا في الفترة دي أنا كنت بتشرف إن أنا كنت في عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وكانت البداية كان أي فرد عنده عارف إن هو عنده فيروس سي بيتقدم وبيسجل وبيجي بياخد دور وبيتقدم له العلاج بالمجان. مش كده وبس، دي الدولة ما اكتفتش بكده، ده عملت بعد كده حملة للمسح الشامل الذي بنقول المسح اللي حصل ده حاجة لم تحدث في تاريخ العالم كله، إن يتم عمل مسح لمرض ما على مستوى البلد كلها.
ده لم يحدث في حتى في الدول الأوروبية المتقدمة أو الدول الكبرى، لم يحدث على الإطلاق. فعملنا المسح ده، والمسح ده كان سببه إيه؟ سببه إن إحنا نكتشف الناس اللي عندهم فيروس سي، واللي هو ما يعرفش إن عنده فيروس سي، لأن زي ما حضرتك عارفة إن فيروس سي في المراحل المبكرة بيبقى كامن، ما يعني ما أنتش حاسس إن عندك فيروس سي، ما عندوش أي، المريض ما بيبقاش عنده أعراض، ولكن بيبقى الفيروس عمال بياكل في الكبد، بياكل بالظبط كده. فدي كانت الخطوة الثانية اللي من اقتضاها تم تقريبا القضاء على كل بؤر الإصابة بفيروس سي في المجتمع المصري. وإحنا كمان يا دكتور ما عندناش ثقافة إنه نروح نكشف ونحلل نشوف عندنا إيه، فجت مبادرة 100 مليون صحة دخلت المصريين في هذه الثقافة، إنه علشان نعمل مسح طبي ونشوف الأزمات اللي إحنا محتاجين نواجهها لازم نعرف الإصابات عندنا في أي الأمراض وإزاي يعني نواجهها. دي كانت برضو خطوة مهمة جدا، لسبب ان هي كمان ادتنا معلومات مهمة جدا صحيح. عن صحة المريض المصري، مين عنده كمان عن الضغط والسكر وكل الامراض كمان يعني المزمنة. بالظبط، هي ادتنا كمان قاعدة مهمة جدا للمشاكل الصحية اللي عند المريض المصري، الضغط، السكر، الوزن، درجة البدانة، ودي نقطة مهمة جدا ليها أهمية قصوى بالنسبة لنا، لأنه زي ما حضرتك عارفة إن بعد الانتهاء من فيروس سي بقى في عندنا مشكلة تانية وهو الكبد الدهني، والكبد الدهني هو الخطر القادم للمصريين أو لكبد المصريين، اللي هو في نسب كبيرة جدا أكثر من 30-40% من المصريين عندهم كبد دهني نتيجة البدانة ونتيجة نصايحك ايه ليهم يا دكتور؟ نصايحي ان هم بيحاولوا قدر المستطاع يحاولوا يظبطوا الوزن الذي يتناسب مع الطول، ويحاولوا يظبطوا معدل الحرق بممارسة الرياضة بصورة منتظمة، وطبعا نسبة السكريات اللي فيها درجة طاقة عالية تقل بقدر المستطاع، وأهم حاجة هو ممارسة الرياضة بصورة منتظمة والأكل الصحي بقدر المستطاع. صحيح، لأنه دي أهم جزئية في موضوع علاج الكبد الدهني. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف عمر أستاذ الكبد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.